علاش كيسمع لي على هذا الحمار اللي بغى يتزوج؟ علاش كيسمع لي على هذا الحمار اللي بغى يتزوج؟ قول لي قالوا لي بتنتحر. اقسم بالله العلي العظيم لا غير اليوم بلاتي انا نحت لك حق الرب العلي العظيم اقسم بالله ايات الرحمن قسما بالله العلي العظيم اللي بغى ينتحر. التليفون قول لي شد التليفون وريني بحالاش بحالاش كنتي بتنتحر. قالوا لي كنتي بتنقزم شي دار ولا شي امسكني هشام. شوف انت باقي شباب باقي زوين سير راه كاين الدريجه عندكم فيها كدير تبارك الله الناس راه ما كنرتاح لهم اخويا صالح راه كاينين ماشي ما كاينينش ولكن الراحه كنحس عليها هي راسك في كاين الجامر في كاين كيف السواسه الناس الحرات السواسه الحرات خلينا هادو اللي جاو دابا كيسكنوا في اكادير اللي جاي واحد من البرتقيز واحد من جايه من هذا ومن هذا ومن هذا صافي هي متكبره خاصو هو انت هو يتكبر عليها ما خصش يقول ماشي كلام راه الزواج ماشي عيب اي امراه اي بنت باغي تتزوج وخلى على البنات ها هما عمش طبابي من الغنافه قادر وكيهرب ليا هو على البعد ندى حسي في راسك مشى على الشعره في قامت قوبه ماشي مشكل ومتغير كيف ما هي خويا صلاح وهو راه فتحها دارت العمليه وداك الشيء خامج عنده وسط كرشه راضي بها كيف ما هي العيوب ديالها كيجوني زوينين انا خويا صلاح سبحان الله ممتن التوبه من عند الله سبحانه وتعالى ما ستر المسلمين فلا عشرا يوم خير سبحان الله علاش هو قال لها نتزوجوك ما قالش لي كلمه ديال العيب هو ذكر الزواج لان راه هو في سن المراهقه صافي عجباتو راه قال لك نتزوج بها ما كاين حتى شي مشكل ما قالش خدي شي حاجه ديال العيب راه مع راه قال لك غنتزوج ما قال هو عشرفك اي بنت كتمنى تتزوج ماشي ما الزواج راه ماشي راه الزواج حلال وديروا شي حاجه حلال الا كانت انت قاصده المعقول قول لي قالوا لي بتنتحر اقسم بالله العلي العظيم لا غير اليوم بلاتي انا نحت لك حق الرب العلي العظيم اقسم بالله ايات الرحمن قسما بالله العلي العظيم اللي بغى ينتحر التليفون قول لي شد التليفون وريني بحالاش كنتي بتنتحر قالوا لي كنتي بتنقزم شي دار ولا شي عيب عليك شدتي ما تتخش عليها قلت لامك شتاتات قلت لامك الحبس قلت لامك العقر انت ولدتي ماشي مشكل قلت لامك التالفه خرجت على الدري مسكين دعيت امك غلط قلت انا في المغرب نشدك نحشي امك في شي بركاسه وغنخد ديما وغنخد وبالك في مريض وبالك في مريض كان معايا ذاك السيد اللي حيت البنات ما كيبانش ولدي راه ما كيسمعش ليا كنت نخطب عليه الا بغى مالو ماشي راجل راجل وطوله في متر 87 ما مريض ما والو صحي علاش ما يتزوجش راه راجل ورياضي ما كيديرش شي خيبه ما عنده لا صوابق هذا هو اللي كنتمنى المراه اش كتمنى كتمنى شي راجل يكون معقول وما يكون عنده لا حبس لا صوابق هادشي اللي كتمنى المراه صح اش مشى طرف كان داك المناجير ديالي عرفتي داك اللي دار ضجته عبر الموقع التواصل الاجتماعي بغيت له الفيديو كيقول لي الله اذا كان نزار ما ديرش شي حاجه في خاطرك انا نزار راه غادي تموت انا نزار انا كنقول لي صافي تعذبت بقى نتعذب غدا بعد غدا بغيت ندير راسي شي حل عيط نطلب الله سبحانه وتعالى باش نرتاح باش ما بقاش نتعذب وانما مدى حسي ما خلاتش شي وسيله يلاه بغيت نلوح راسي ويقول لي فكر في الوالده ديالك فكر في الناس ديالك كنت عقلي مزيان لقيت بانه كاين امل انني غنقدر نرجع نقدر تقبل هذا حاسب انها تزوج بيا لقيت بان في هذه الحياه هذه الانسان ما يفقدش الامل مسكين حيت ما انتحرتش